فحاجات جميله جدا. وبالمناسبه الحاجات اللي احنا شايفينها ده طبعا النجم الفرنسي انيلكا، واحد من اشهر واهم اللاعبين خلال العشر سنين الاخيره يعني من بعد قبل ما يبطل، واحد من اهم وافضل اللاعبين، كان متواجدا في ميران النادي الاهلي، وكان حريصا على زياره النادي الاهلي الحقيقه، واتكلم عليه بمنتهى الاحترام واتكلم عليه بشكل جيد جدا، وقال ان هو يعرف لعيبه كتير داخل النادي الاهلي، وشعبيه النادي الاهلي شعبيه كبيره جدا في اوروبا، واتكلم بشكل رائع وقال اتمنى ان انا اشوف النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مع الشكل اللي احنا شايفينه مع المعسكر المحترم ده يعني كفايه ان احنا نشوف الملاعب الحلوه دي ونشوف الاوتيلات النظيفه زي ما موجود هنا في مصر، ما هو موجود ايضا في الامارات. فهو معسكر لتجميع اللاعبين، وبرضه اللي مش متابع المواضيع كلها ايه يا جماعه، عشان كده انا دايما ببقى حريص ان انا اقول لحضراتكم ان انتوا تابعوا قناه النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ كان متواجدا يوم الثلاثاء قبل سفره بيوم واحد او بساعات قليله جدا الى الامارات، فسالناه سؤال مباشر في سهره مع يوم الثلاث، قلت له يا كابتن سيد هل ايه الاستفاده من معسكر الامارات، انت مسافر الامارات ليه؟ قال لي ان مستر ريني فايلر عايز ياخد اللاعبين ويقربهم من بعض ويبقوا موجودين كلهم في معسكر لانه ما لحقش يقعد معاهم في معسكر. الراجل جه على طول اشتغل قبل المباريات باسبوع او ب10 ايام ولعب اول مباراه كانوا سبورت، وبعد كده المباريات الثانيه اول ماتش في الدوري، وبعد كده مباراه السوبر المحلي 2017 2018 اللي فاز فيها النادي الاهلي، وبعد كده بقى توالت المباريات لحين اول مباراه او اول توقف حصل. فاول توقف حصل الراجل طلب ان يكون هناك ان يتم تواجد لمعسكر خارجي علشان يبقى هناك قرب من اللاعبين بشكل اكبر، ده وجهه نظره، لان هو بيعتبر نفسه ان المرحله اللي فاتت خلاص عدت وانتهت واتكلمنا فيها واتكلمنا عنها كتير جدا، ولكن هو عايز يبدا مرحله جديده مع لعيبه النادي الاهلي. وكل اللاعبين متواجدين باستثناء 2-3 لعيبه اللي موجودين مع منتخبنا الاولمبي. فهو هيركز على تكتيك معين وشغل معين هيشتغل عليه خلال الفتره القادمه، وبالتالي هو معسكر من الواضح جدا ومن احنا بنتكلم على المراسلين او المجموعه الاعلاميه اللي متواجده معانا هناك، كلنا بنكلمهم كل يوم طول النهار بنتكلم معاهم وبنكلم اللاعبين وبنكلم الناس دي كلها، المجموعه اللي موجوده ما سمعناش عن ازمه، ما سمعناش عن استياء، ما سمعناش عن حاجه كده كده، لا خالص. زي ما بفكر حضراتكم ان ده حصل قبل كده في مباراه في اسبانيا في معسكر اسبانيا مع مستر مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الاهلي. فخدوا بال حضراتكم من هذا الكلام، لانه كلام اولا مش منطقي، ثانيا انه غير صحيح، ثالثا ان كل الامور اللي بتحصل دلوقتي هناك في المعسكر كابتن سيد عبد الحفيظ كان متواجدا على الهواء مباشره، مش مثلا مسجلين ولا لا، على الهواء مباشره، وطلع اتكلم مع حضراتكم وقال اهداف المعسكر 1 2 3 4، احنا عاملين المعسكر ده عشان 1 2 3 4، كل اللاعبين هيبقوا متواجدين معانا باستثناء لعيبه المنتخب الاولمبي، المنتخبات الاولمبيه المختلفه، يعني اليو ديانج مش موجود، رمضان صبحي مش موجود، صلاح محسن مش موجود، بقيه اللاعبين المنضمين للمنتخب الاولمبي مش موجودين. فخدوا بال حضراتكم